عندنا شخصية صارت ترند بتويتر. عطنا الفيديو. هذولي أعداء اليوم. أعداء اليوم. وهي دي حدي كمان. أنت نكسركم راسكم. باي باي جبان إيه وأحنا كسر. شنو مشكلة أنت؟ انت بتكسر راس. طبعا انا الفيديو في كاس العالم. كاس العالم. كاس شنو مشكله اليابان مع لام كاس العالم كليتوها ولا الاربعه مكان اليابانيه تفوق. لا هم في حدث مهم اليوم قالت فليك. كذا فليك كمان في حدث مهم يعني. انت تتوقع الفيديو هذا وايد مهم بالنسبه لي؟ انا على بالي. سهيل خلنا نتكلم الحين. احنا بعيد عن خلنا نتكلم بدون عنصريه. ناس تبي تسأل شنو مشكلة ألمانيا مع اليابان وهذه النتيجة الكبيرة. كوريا بعد. إيه خلاص. الحين أنا كل ثقة إني أقول أنا عقدة ألمانيا اليابان. ولا تقول لي لا. ليك شوف اليوم لما مثلاً أنا كنا عم بحكي مع شخص خلينا نحكي على مستوى التشجيع. أنا ما بدي أحكي هون أنا إعلامي ولا أنا صحافي. اليوم على مستوى التشجيع لما يجي واحد بيشجع منتخب الإيطالي. ويقول لي اليابان فازت عليك انا هيدي ما بسمح له فيها. اذا 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 فاز علي واحد بس تسمح حق نفسك انك انت تقول حق اللي خسر الألمانيا. اذا انا بفوز عليه اذا مثلا المانيا فازت على البرازيل انا اللي حق اروح له للبرازيل انا فزت عليه. امس انت تشكر مقدونيا امس انت تبارك لمقدونيا. ما ليه لانه ما خلوا لي كلمه انا يعني انت الان تتقبل فقط من اليابانيين. أكيد طبعا يعني لازم يجيك واحد ياباني ويقول لك انا مستعد. اشمعنى ومشاري بلش الحلقه تكلمك ياباني فمن حقك. لا يعني هلا اليوم نحن يجب ان نقر بانه الكره الالمانيه تعاني على المستويات كافه. نحن كان يمكن متاملين انه منذ مطلع الالفيه يضلوا ماشي قصة تخريج النجوم من الأكاديميات وما إلى ذلك. ما نبي فني باشر فني. أنا أقول لك اليوم كلنا. طب شو بدي أقول لك بدي خبرك أنه اليوم